الفنانة روجينا تحذر الناس من حرارة الشمس. اللي حصل بالظبط ان نزلت الفنانة روجينا الصور دي على حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، وبتقول للناس ساعة واحدة في الشمس وشي بقى كده. وطبعا زي ما واضح قدام حضراتكم كده ان وشها اتحرق من حرارة الشمس الشديدة جدا، فهي بتحذر الناس وبتقول مفيش حد يقعد تحت الشمس على قد ما يقدر، ويحاول يخلص كل الحاجات اللي وراه بعيد عن الوقت اللي هيكون فيه الشمس طبعا قوية جدا. ده كلام الفنانة روجينا. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.